السلام عليكم. يوفي شيوات ام والد راح نديرو زلابيه البنان، نحبوها بزاف حنا في الجزائر خاصه في شهر رمضان. واش راح نحتاجو في هذه الزلابيه؟ اول شيء هو اني نوجد لابوش تاعي، ندير فيها لادوي بهذا الشكل، يعني لازم نوجدها في الاول. اذا راح نحتاجو راح نعبر بهذا الكاس اللي هو 240 مللتر. اذا راح نحتاج زوج كيسان تاع الماء، ربع كاس تاع الزيت، قرصه ملح، زوج مغارف كبار تاع الحسن، لافاني، زوج كيسان ونص تاع الفارينة. كي طيبوا راح نعسلوهم في هذه العسيلة، كان سبق وجهزناها مع بعض، راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو. لازم يكون عاقد ما يكونش جاري. اذا راح نبدا طريقة التحضير، واش راح ندير؟ نحكي مكسرونة. اذا ندير فيها زوج كيسان تاع الماء، وندير ربع كاس تاع الزيت، يعني النص تاع النص بهذه الطريقه. ربع كاس تاع الزيت، راح ندير لهم قرصه تاع الملح، شويه تاع الملح، وزوج مغارف كبار تاع الحسن، الطريقة. اذا هذه الكسرونه راح نديرها فوق النار، كي تغلي راح نحيها. اذا الخليط اللي درتو في الكسرونه راح يغلي، غير كي يبدا يغلي طفوا النار، نجيبو هنا باش تشوفوا. غير يبدا يغلي بدكم طفوا النار، راح نزيد مغرفه صغيره تاع لافاني، وزوج كيسان ونص تاع الفرينه ضربه واحده، ونخلط بالمغرفه تاع الحطب غير بالعقل. الخليط راه سخون، راح تشكل عندنا عجينه. ما نعاودوش نرجعو فوق النار، خلاص بالطريقه. نخلطو مليح، راح تجي شويه صعيبه لكن النتيجه ان شاء الله راح تعجبكم بهذه الطريقه. اذا وهي سخونه نديروها في لاطوش، لانه اذا بردت ما نقدروش نخدموا بها. ها هي لاطوش تاعي، بيان قلت لكم وجدوها لازم قبل ما تبداو تخدموا الحلوات تاعكم. نديرو بشويه ما نكثروش بزاف، ونشكلوها في طبسيل. لانها لا بردت راح تقسح، ما تقدروش تشكلوها. وهنا الكبر تاع الحبه كيما حبيتو، حبيتوهم طوال حبيتوهم قصار. انا راح ندير لهم بهذا الشكل. لاكوش راهي بزاف سخونه، راح نستعمل فرشونه لانه العجينه سخونه. بهذه الطريقه استعملوا ترشو وخدموا. لكم انا نحبهم قصار، نتوما كل وحده واش تحب. الطرشونه راح تساعدكم باش ما تحرقوش من يديكم. ديروا الطرشون بهذه الطريقه وخدموا. اذا انا راح نكمل كل الكميه، ونخليهم حتى يبردوا مليح باش نقلوه. هنا الزيت راهي سخنت، راح نبدا نقلي الزلابيه تاعي. ها هي، وتخلوها حتى تبرد. ها هي الكميه اللي حصلت عليها، هذه وهذه، يعني كميه لاباس بها. راح نبدا نقلي.
النار ما تكونش قويه بزاف باش يطيبونا ملاح حتى للداخل. هذا راح نقلي هذه الكميه كما قلت لكم، النار ما تكونش قويه بزاف. التدبيره اللي حنا نعطيها لكم اليوم هي انكم لازم تخصصوا مقله تكون شويه قديمه للقليان، ما نديروش مقله جديده، نخلوها غير المقروط الزلابيه الكريوش لهذه الاشياء. ان شاء الله تعجبكم هذه التدبيره. اذا راح نقلي انا الزلابيه تاعي، النار كما قلت لكم ما تكونش قويه بزاف حتى يتحمروا من جهتين. حتى يحمروا، لازم يحمروا مليح، ومن بعد غير يحمروا نطفيهم في العسل، والعسل لازم يكون عاقد كما راكم تشوفوا، ما يكونش جاري، لازم يكون عاقد باش الزلابيه تاعنا تجي شابه. اذا هنا لازم تحمرهم مليح لانهم في الاول يكونوا طريين، كديرهم بالفرشيطه هكا. الان لازم تصيبوهم يابسين بهذه الطريقه، كي تصيبوهم يابسين باش تنحوهم باش ينشفوا لكم، والا راح يبقى لكم خضوره في الوسط. تبعوا مليح لهذه النصيحه وطفوهم ديرت في العسل، عفوا لازم كديروا لهم هكا تصيبوهم يابسين، لانه في الاول كنتم تقلوا فيهم يكونوا طريين بزاف. نرميهم في العسل، لازم يكونوا حموره مليح، والا راح يبقاو لكم خضوره ماشي راح يطيبوكم في الوسط. راح ندير الدفعه الثانيه في المقله، وصفه سهله مقاديرها بسيطه، يعني الكل عندنا هذه المقادير في الدار. ها هي هذه راح نديرها في العسل، نخلوها يشربوا مليح العسل اللي يكون ثقيل لازم. هاهم، ولا حبيتهم طوال شويه طبلوهم كما اللي تباعوا عند اللي يبيع الزلابيه، نحبهم هكا صغار في الدار. كده راح شوفوا كيفاش يابسين، سمعوا لازم تقلوهم حتى يولوا يابسين بهذه الطريقه. انا راح نصفيهم في الكسكاس ونكمل نقلي هذه الدفعه والدفعه الاخرى حتى نكمل كامل الزلابيه تاعي، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الزلابيه تاعي واجده، اللي هي الزلابيه تاع البنان. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ها هي واجده قدامكم. كما قلت لكم الزلابيه تاع البنان تجي يابسه، كنت مقبل درت لكم حلوه التميرات، لكن حلوه التميرات تتكل في نهارها وتجي طريه وتجي فارغه من الداخل، لكن هذه لا، هذه العكس تاعها، تجي يابسه كما راكم تشوفوا، يابسه كما قلت لكم قرمشه. ها هي كما راكم تشوفوا العسيله رايح حتى للداخل، وهذه ما تقعد يامات مش راح تفسد، المهم تخبوها مليح في علبه مغلقه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، واذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد.